بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تعالى النهارده بناخد المحاضره الثانيه في موضوع الهايدنج ريجن اند انتروديوسينج جابس يوزنج جال فيو، او كيفيه اخفاء مناطق معينه في التتابعات او توازن التتابعات الخاص بينا، وازاي نحن نبدا نحط الجابس او الفراغات باستخدام برنامج الجال فيو. دي المحاضره الثانيه في هذا الموضوع، وهذه المحاضره هتتناول بعض التكنيكات الهامه اللي بتستخدمها. مهم الاشياء المهمه جدا بالنسبه للشغل بتاع الباقي انفورماتكس هو اصغار مناطق معينه. يعني احنا عملنا توازي التتابعات المتعدده باستخدام الجال فيو، واحنا عايزين نظهر بعض المناطق او نعمل لها ريبريزنتيشن، او الجزء يكون ممثل للتتابع بتاعنا، مثلا دومين معين او منطقه يكون تمثل هذا التوازي، ونرغب في اظهارها بشكل كويس سواء كان في البيبر او كان في الرساله، او لو كنت عندي برزنتيشن بعملها في مؤتمر وعايز اظهر منطقة توازي معينة وان فيها alignment واضح ما بين مجموعة كبيرة من الكائنات، فاقدر اعمل دوت عن طريق ان انا بختار منطقة، وهذه المنطقة لازم تكون لي اهمية معينة. الدومين دوت او المنطقة دي بتكون مثلا بتعمل وظيفة فانكشن معينة ومتواجدة في التتابعات اللي عندي. فاحنا لو هنشوف في هذا الدرس عندي مجموعة من الكائنات وفيهم دومين معين، والدومين ده بيمثل اهميه وظيفيه، فانا بحاول اثبت الناس اللي بتستمع الي بان هذا الدومين فيه تشابه كبير جدا بين الكائنات اللي انا عملت لها مالتيبل سيكونس الاينمنت.